لأهم العناوين اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: بعثة الأهلي تصل الإمارات لمواجهة الوصل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: كارتيرون شاهدت ملخصا لأكثر من 10 مباريات للوصل وجاهزون لمباراة المعودة. يلا كورة، مدرب الأهلي: مباراة الوصل مهمة ولا بديل عن الفوز. في الجول: كارتيرون أثق في استمرار دعم الجماهير للأهلي. الشروق: الأهلي يخوض أول تدريباته في الإمارات اليوم. اليوم السابع: الأهلي يفاضل بين ندفد وتوفيق لحل أزمة الجبهة اليمنى أمام الوفد. الوفد تدريبات خاصة لمستبعدي الأهلي من مواجهة الوصل الإماراتي. الأهلي.com: الوصل الإماراتي الأهلي أهلي رغم الغيابات ونتذكر ريما. البوابة: سيد عبد الحفيظ يسابق الزمن بهيكلة قطاع الكرة.